قبل آلاف السنين، أما ما كانش في حضارات في العالم، كانت مصر كأقوى دولة في العالم بتاخدها ست. وكان عبقرية حتشبسوت مش بس إن هي نهضت بالاقتصاد والهندسة والزراعة في بلدها، لكن قدرت تعرف العمق الدولي، العلاقات الدولية مع جيران حواليها في العالم. ومن هنا احنا في World Youth Forum بعد آلاف السنين. ورغم دكتور خالد في الأول قال إن طبيا احتمال يكون في أبحاث بتقول إن القيادة دي جينات موجودة، لكن كمان احنا متأكدين إن هي رحلة طويلة بتنمى عبر حاجات كتيرة جدا. فبمنتهى الاختصار بس أحب أستعرض مع حضراتكم مين هو القائد، عشان ساعات بيحصل عندنا لبس، بنشوف ناس في مناصب أو ناس في مواقع معينة وبقى مش عارفين مين هو القائد. فvery simply القائد هو الشخص الحالم عنده حلم واضح، والحلم ليه رؤية، والرؤية ليها آليات وليها تمن، والتمن مش دايما بيكون أو مش الأهم فيه التمن المادي، مش الفلوس، في تمن وقت وجهد ومثابرة وصعوبات نتغلب عليها وآليات وإمكانيات. فهي فيجن واضحة لصاحب الحلم اللي بيصمم على الوصول إليه ودفع تكلفته. مش بس كده، القائد الحقيقي هو اللي بيقدر يمكن اللي حواليه ان هم يشوفوا الرؤية دي معاه ويتحملوا طواعية التكلفة معاه لغاية ما وصلوا لحلم مشترك، لهدف مشترك، لتحقيق متطلبات مش فرد واحد، أفراد كتير. لأن بالطبيعة كمان لازم يكون القائد people person، يعني لازم يكون محب للي حواليه. لو مش بيحب اللي حواليه لا يمكن هيعرف يقوده، مهما كانت شخصيته قوية مع كامل احترامي. لو مش حاسس بالناس، لو مش بيمتزج فيهم وبيبقى جزء منهم، فبالتالي مجهوده اعتقد ان هو مش هيكون ذو نفع او ذو فائدة في تحقيق فيجن كبير. القائد اللي بيقدر ينقي الناس اللي حواليه ويقدر يوظفهم في اماكنهم الحقيقية، لان انا لا اعتقد ان في انسان فاشل، انا اعتقد ان في انسان لم يوضع في مكانه الصحيح علشان يقدر ينجز اللي عايز ينجزه. مش ذنبه، وما نقدرش نحاسب حد قبل ما مكنه. احنا لازم الناس تتمكن وتحط في مواقعها في موضعها الصحيحه، ويستثمر فيها وقتا وجهدا ومالا وتعليما وكوتشنج او قياده، وبعدين نقدر نعطي لكل ذي حق حقه، ويبقى عندنا توقعات من الناس اللي بتوقع ان هم نميناهم او طورناهم او دربناهم. الياس مش كلمه موجوده في الديكشنري بتاعت القائد، وكلمه لا ما بيسمعهاش، كلمة لأ لحلمه أو لرؤيته. لو لأ من الطريق ده يبقى في 100,000 طريق تاني، بس مش هيقف ومش هينهزم ومش هيقع. وتحيزا برضو المصري تاني، محمد صلاح في لقطته الشهيرة هو بيقع وفضل دقايق بسيطة على الماتش يخلص، في 80 مليون مصري ما كانش أكتر متعلقين بأمل وهو بيقود الماتش، مش بس كعبقرية في لعب الكورة، كعبقرية في القيادة. بيقوم ودموعه في عينيه وبيسقف لفريقه اللي لسه داخل فيه جون، وبيخلي الجماهير تسقف لهم معاه علشان هو هينتصر وانتصر. القيادة دكتور مجدي يعقوب بيدينا اكزامبل عميق الحقيقة جدا. هو دكتور مبدع فينومينال، وطبعا ده شيء مش انا اللي في وضع ان انا اقيمه، لكن إبداع دكتور مجدي يعقوب إنه اختاروا إنه يبني مؤسسة، وأنا بقول مؤسسة مش مستشفى، في محافظة نائية، مش في القاهرة ومش في اسكندرية، في أسوان، علشان يدرب كوادر قيادية من أول السكيورتي جارد اللي على باب المستشفى لغاية مدير المستشفى، مرورا بإداريين وممرضات وممرضين ودكاترة شباب. مهمته إنه هو يقودهم عشان يأدوا أحسن كلهم في عمله، مش بس إنه يعمل عملية عبقرية لقلب مفتوح.